الهدف 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة. جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود. منذ عام 2007 يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، ويتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 60% بحلول عام 2030. وتسهم المدن والمناطق الحضرية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غير أنها مصدر لنحو 70% من انبعاثات الكربون ومستهلكة لأكثر من 60% من الموارد.